الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله. اشفعي لنا يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا أبا عبد الله، يا حسين ابن علي، أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن، يا علي ابن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك
بين يدي يا جاثم يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا جاثم يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاثم يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاثم يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاثم يا وجيها عند الله. اشفع لنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجباد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. نا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي يا جاثم يا وجيها عند الله. اشفع لنا
يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النجيب يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا مسيح الحسن والخلف الهجان أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وودتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين ربنا